يا راغبا في الخير والحسنات ويسدي ثواب كيدي باد اركيسا ثواب كي ويسدا يا ويسدا الى علي او كوم دلال الى انتي الا روح مؤمن مويه روحي ثوابك وهيل هيو مركو ويسيستي دبادات لمرها العظام تكدا ثوابك يأدري وهيل هيو بإنتو لئي هاي أنا إسلاع غرينا وإنتو اللي جيسان الله مستعان الله مستعان وعليه تفلان الله موفقنا يا رب كنت ليا سور الكتاب مرتلا في الجهر والخلوات أنجز شؤونك في البكور معجلا وحرص على تقوى أخي بثبات كن واصلا يا صاحبي رحما وإن قطعت وصل عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حلقات كيني نوسي سعودي ثواب الأعمالها حاوي مدي كوي تمنات ايان ساكا كسي ودينا ماشي ساكا وحكب الله بينا ثواب الدعاء بين الاذان والاقامه اذانك هي اقامه دحضوده اجري ثوابك اي ليدهي حديث بدن ما كسو ارورتي ولكن انغو كسو غابسنينا عن انس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وحاكسه ناضي ويلي الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة دعاء لمر الدين هيو لمر الدين هيو ولم يعلن هيو دعاء سو بين الآذان والإقامة آذانك يا أقمتانك لحظة الدعاء دعاء دعا دعا لمر الدين هيو ثلاثة سوان صمر نقارك وحاويو آذانك الروح مرك اللي أدمه إنه أجيبه وأجيله مثل ما يقول المؤذن أجيله مؤذن كحولي أورده نبي أكسلي صلى الله عليه وسلم مركاتنا وأسقى خير الدنيا والآخرة وإله كبر سبحانه وتعالى تاسوي هدو صلاة وتكون كرانة وتكذا ونبي أكسل رسول الله عليه وسلم إنه يلي كل بين أذانين صلاة لبقى أذان لحظة دورنا صلاة بقى oo ah aadaanka qamada dhaxdooda sunna ku jirta adoonka miska intaas soo goor oo mustajaaba aba maartaya kulmaysa waxa weeyo waqtul ijaaba waqti ducadu ay aqbal sahay iyo alfaad ijaaba iyo alfaad al aqbal hayo iyo shakhs maartay mustajaab iyo ruux ducay salaam inta aan isku hagaagto ayaa meesha ka iimaani qad ducaa ducada oo bayna aadaan wal qama la yuraddu نبي صلى الله عليه وسلم تاسع كسرنا في حديث كاس أبو داود والنسائي والترمذي هيا ورين هيا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال وحلي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا نذكى أمارة المؤذنين وإمارة وإن فضل بضنادين وإن درجة سارة مرين سبب يانا دد ان غاري كارنما سان كو غارنما ما غارناي نبا يانا ما اها حاسد ما اها و هو ربا خير كسا هيلان اسن انه و هيلو ربا قبطه يانا و امر 83 هيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام جواب قل مثل قل كما يقولون سيده اي دحيان ده او مركي اديم هيان كو قول سيده اي دحيان ان كدبا ده فاذا انتهيت مركي اذانكاس aad maartay oo asna dhameeyay anaa dhameeyso fasal tuqta su'aalo khayr adunya khayr akhar wal usina hasna u jawaab sallallahu alayhi wasallam hadiika asaga ah waxa waran haya imaam ahmed wa abu daawud waxa way marka mas'aladaasna waa saas oo adonki saasu maartu u gaar haya ki kale u tamanin haya khayrkiisa meeshaas waxa inoo eeg xalqadii oo 19aad ayaa inoo eeg وحامارت أن رجيننا ورب كبرنا سبحانه وتعالى إنه إنه وافجيو إلا محاوية ذاتك خير مارت أهل خيرك يا لوهانون يا ميلها أيقع ذاتك أهل خيرك يا إنا ميل والبكي قيني ميستان ميل والبكي كهلان خير يبركو يا الله وافجيا ذاتك أن مارت أهل خيرك هين ولا قرم مريا مركا طبعا وخير فضود
oo maartay khayr weyn oo meel meel yar laga heelayo weeyo marka meesha subhaanahu wa ta'ala xalqadii 19aad ilaahay waxaan ka bari subhaanahu wa ta'ala bi asmaa al-husna wa sifatihi wa la bi ismi al-a'zam inuu ina waafajiyo.